بقول لك ايه، لو عمر جه هنا قول له تعالى. عمر كمال وزيك الحمد لله كابتن. مبروك يا كابتن، الف مبروك، ان شاء الله تعوضوها البطوله الجايه ان شاء الله يا كابتن. ابو جبل كنت بطل البطوله المره دي وان شاء الله نعوضها المره الجايه باذن الله. قدامنا زي ما انتم حضراتكم شايفين كابتن ابو جبل كان بطل البطوله، ان شاء الله ربنا يكرمه في اللي جاي ان شاء الله ابطال مصر. كلمة للجمهور ابو جبل. باذن الله ربنا يوفقك ابو جبل. اليوم السابع كلمة للجمهور بث مباشر. ان شاء الله نعوضها باذن الله. باذن الله وان شاء الله الجاي احسن يا كابتن. امام عاشور، كابتن وائل جمعه. يا باشا انت طالع ليس؟ عشان خرج بره، عشان خرج مني. كابتن حاضر ان شاء الله تعوضوها البطوله الجايه ان شاء الله. لعيبه الاهلي مسافرين طياره خاصه ولا طياره عاديه؟ كابتن ايمن اشرف. كابتن ايمن اشرف نجم النادي الاهلي وكابتن محمد الشناوي. كلمة للجماهير كابتن محمد الشناوي ان شاء الله الجاي احسن. يا كابتن الشناوي عايزين بس كلمة. كلمة للجماهير. زي ما انتم حضراتكم شايفين لعيبه منتخب مصر الابطال وصلوا مطار القاهره النهارده على طياره خاصه. مين اللي ركبها؟ يعني بس مين اللي ركب المرسيدس ده كده؟ كابتن الونش نجم نادي الزمالك ومنتخب مصر.